السلام عليكم، مهند معاكم. في اخر فيديوهين ثلاثة معظم الناس طلبت فيديوهات مقارنات او انواع كلاب جديدة، فناوي ان شاء الله ارجع تاني اعمل مقارنات وانواع جديدة. كلب النهاردة كنت عايز اعمله من زمان، كلب تقريبا كلنا عارفين شكله بس مش كلنا نعرف اسمه وصفاته. فيديو النهاردة هيكون عن كلب اسمه بلود هاوند. هاوند معنى كده ان الكلب ده كلب صيد، بس لما نيجي نبص عليه هنحس ان كلب كبير وتقيل ما ينفعش يكون بتاع صيد ابدا. انا لما قعدت بصيت على الكلب ده بتركيز شوية حسيت انه جاي من الماستفز، بالذات الماستف البرازيلي، كلب اسمه فيلا برازيليرو. ولما قريت عرفت ان البلود هاوند دخل في الميكس عشان ينتج الفيلا برازيليرو مش العكس. حاولت بعد كده اعرف الميكس اللي اتعمل منه البلود هاوند بس للأسف ما قدرتش اعرف، فاللي عنده اي فكرة عن اصول السلالة دي ياريت يقول لنا في الكومنتس. الكلب ده بدأ في اوروبا، انجلترا، بلجيكا، فرنسا في القرن الـ14، يعني 1300. طيب كلب بالحجم ده ولا هو سريع ولا رشيق بالدرجة اللي تخليه كلب صيد. طب ازاي؟ انا اقول لكم، الكلب ده عنده حاسة شم مش موجودة عند اي نوع كلب تاني، فالناس كانوا بيستخدموا النوع ده من الكلاب اللي عندهم حاسة شم مش طبيعية علشان يدوروا على الغزال والخنازير البرية، فالكلب كان بيدور بس مش بيصطاد. في انواع تانية برضو عندهم حاسة شم قوية جدا زي الكون هاوند والبيجل والباسيت هاوند، كانوا برضو بيستخدموا في نفس الموضوع، بس برضو مفيش كلب يقدر ينافس البلود هاوند في مناخيره. البلود هاوند كلب مش صغير، وزن الذكر من 46 ل 54 كيلو والنتاية من 40 ل 48 كيلو، وطول الذكر من عند الكتف من 64 ل 72 سنتي والنتاية من 58 ل 66 سنتي. شرايط الكلب ده قصيرة وكثيفة وسهلة جدا في النظافة، وألوانه بتيجي أسود فتان، بني فتان، أو بيكون لونه كله محمر. أكتر حاجة بتميز شكل الكلب ده ودانه، ودان البلود هاوند طويلة جدا، والطول ده مش مجرد شكل جمالي بس، لأ الكلب ده لما بيجي يعمل تراك لريحة معينة ويفضل ماشي وراها وهو ماشي ودانه طويلة جدا بتعمل زي المروحة بتقلب الهواء اللي قريب من الأرض، وده بيساعد الكلب على تتبع اي ريحة موجودة في المكان ده. حاجة تانية كمان، جلد الكلب ده كبير جدا على جسمه، ولو بصينا على البلود هاوند وهو بيشمشم في الارض هتلاقي جلد وشه نازل فوق عينيه واللي بيقفله الرؤية تماما ما عدا الحتة اللي بيشمشم فيها، وده بيخليه مركز تركيز عالي جدا وهو ماشي ورا ريحة معينة. البلود هاوند دلوقتي غير انه كلب صيد هو ريسكيو دوج، كلب انقاذ، وبالاخص هو سيرش دوج، كلب مهمته انه يدور على الناس المفقودة في المدن والغابات. عنده قدرة انه يتتبع ريحة لمسافة 240 كيلو وزيادة كمان، يعني مسافة ابعد من القاهرة الاسكندرية، ويقدر يميز ريحة في مكانها لو عدى عليها 300 ساعة. يعني بلود هاوند عنده امكانية انه يشم ريحتك ويمشي وراها لو عديت في مكان من 12 يوم. للأسف انا عمري ما شفت الكلب ده على الحقيقة، ولا سمعت عن اي حد في مصر عنده بلود هاوند، ولا عمري شفت الكلب ده ككلب شرطة او كيناين عندنا، مع ان لو فكرت بواقعية كلب زي ده هو حل قوي جدا لو الشرطة بدأت تستخدمه في البحث عن الاطفال اللي بتتخطف كل يوم من اهاليها وبنشوف كل يوم صورهم على الانترنت. مدام برا ناجحين في ده، ليه احنا كمان ما نستخدمش القدرة اللي مديها ربنا للكلب ده في مشكلة بتواجه كتير مننا في الايام دي؟ الكلب ده مش كلب حراسة، ومع حجمه ده صعب جدا تحبسه جوه شقة. الكلب ده عايز مساحة يجري ويمشي فيها، نظافته سهلة جدا بس لازم تنظف ودانه كل يوم، ودانه الطويلة قوي بتقع في الاكل والشرب، زائد كلب
بيريل كتير جدا. بالنسبة للذكاء بلاش نتكلم في الموضوع ده احسن، من الصعب جدا تدريب الكلب ده عشان اي ريحة بتشتته، وغصب عنه بتلاقيه ان هو ماشي وراها وصعب ان انت تسيطر عليه في التدريب، زائد ان لازم لو هتجيبه يكون عندك سور عالي، ولو بتمشيه لازم سلسلة برضو عشان موضوع الدستراكشن في الشم. غير كده لو بدأ يمشي ورا ريحة معينة حتى لو ناديته صعب جدا انه يقف من غير سلسلة. وبالنسبة للأمراض، الكلب ده ممكن يعاني من البلوتس، التواء المعدة، وده حله انك تقسم له وجبته على مرتين او ثلاثة في اليوم وما تجريهوش بعد الاكل على طول. وفي ناس بتفضل ان هي تعلي الاكل شوية عن الارض، يعني تحط الطبق فوق الارض بعشرين او تلاتين سنتي. العمر المتوقع للبلود هاوند من 7 لـ8 سنين. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو على الفيسبوك، اللينك تحت في الديسكريبشن، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يلا السلام عليكم.